حسم النادي الإسماعيلي أول صفقتين لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بعد الحصول على توقيع الثنائي عصام صبحي ظهير أيمن مصري للمقاصة وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة، وانضم الثنائي الإسماعيلي مجانا بعد أن فسخ صبحي عقده مع المقاصة لعدم حصوله على مستحقاته، كما انضم أحمد عادل عبد المنعم بعد أن توصل الاتفاق مع الجونة بعدم قيده. ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي خلال الساعات المقبلة التعاقد مع اللاعبين بشكل رسمي. وأعلن الإسماعيلي تعاقده مع طلعت يوسف لتولي قيادة الدرويش في الموسم المقبل خلفا للمدرب إيهاب جلال الذي انتهى عقده ورحل لقيادة نادي بيراميدز. وكان الإسماعيلي قد جدد عقود الثنائي محمد هاشم والأنجولي أري بابل من أجل الحفاظ على استقرار الفريق. ورحل عن الإسماعيلي الثنائي نادي رمضان للاتحاد السكندري وفخر الدين بن يوسف إلى نادي بيراميدز بعد نهاية عقديهما.